هو هو التلميذ او الطفل بيروح المدرسه بيتعلم الكتابه والقراءه ازاي؟ انا هرجع الكلام المهم اللي حضرتك بتقوله للاستاذ جمال، ثم يركب الجمله. صح. لابد ان نصر على فكره فرض التعليم اللي هي الثقافه دي، تشكيل الوعي الثقافه دي عند الناس، ثم العقوبه. صحيح. ده كل ده مهم وبالغ الاهميه جميل. وهنكمل كلامنا بشان هذه الامور، ولكن هنرجع لقضيه خاصه يعني بنجومنا المحترفين في المملكه العربيه السعوديه، تالق غير عادي لنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر المعار الى الدوري السعودي، والتألق غير العادي هناك لمؤمن زكريا، وكتب عنه مقال في جريدة الرياض السعودية. معانا على الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ علي مسعود، مدير تحرير صحيفة الرياض السعودية. الرياض عندنا الرياضي السعودية، كان معانا اتصال سابق مع أحد الزملاء الصحفيين في الرياضية، هو مدير تحرير جريدة الرياضي السعودية، ويتحدث عما كتبوا عن نجم الكرة المصرية مؤمن زكريا ورأيه في هذا اللاعب، واللي بتشير الأرقام هناك إلى زيادة سعره كثيرا في بورصة اللاعبين المحترفين. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أستاذ أحمد، إزي حضرتك؟ وتحياتي للأستاذ عصام والجمال. أهلا بيك. منور يا أستاذ علي. إزيك يا أستاذ علي؟ نورك، ربنا يخليك يا استاذ حسام، ربنا يخليك. احنا لو بتتكلم على المقال اللي هو مؤمن زكريا ب 100 مليون. نعم. انا تحدثت، يمكن كتبت بناء على معلومه ان في طلب من اداره نادي الاهلي السعودي اهلي جده بانه يحول عقد اعاره مؤمن زكريا اللي هو عقد اعاره معروف لشراء عقد بشكل نهائي لمده يوقع معاه 3 سنين. ويثير هنا على لسان احمد بمعوضه اللي هو مدير الاحتراف بنادي الاهلي جده. نعم. قال ان الاهلي عنده استعداد يشتري العقد. طبعا بناء على هو يعني شديد متحدث عن مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن ذكر في الاهلي المصري بان حسام البدري متمسك باللاعب وانه بيعتبره من الاركان الاساسيه اللي يعتمد عليها في قائمه الافريقيه. نعم. انا كان وجهه نظري في المقال بقول ان الفرصه متاحه دلوقتي اكثر من اي وقت مقبل لبيع عقد مؤمن زكريا، خصوصا ان احنا كلنا عارفين ان احنا في عصر الاحتراف مش عصر الهوايه. نعم. ان اللاعب له شهرين تقريبا ويدخل 30 سنه ونستثمر تالقه الحالي، لان حتى المبلغ ممكن يدر مبلغ كبير يمكن تدويره بشكل جيد، وخصوصا الاهلي دلوقتي مع الاداره الجديده اللي بتعمل شغل كبير في مجال الاستثمار يمكن تدمير المبلغ بشكل رائع. والمبلغ كام يا استاذ علي؟ استاذ عصام بيسال عن نعم. الاهلي بدا طبعا، يمكن معروف المفاوضات بتبدا، الاهلي بدا المبلغ اللي نما الى علم انه مطروح في البدايه طرح 2.5 مليون دولار. يعني تقريبا 45 مليون جنيه مصري. صحيح. انا اتصور ان مؤمن زكريا ممكن شراء عقد يصل تقريبا ل 5 مليون دولار، يعني بنتكلم في حوالي 100 مليون، ودي كانت الفكره الاساسيه. انا قلت برضو في نقطه مهمه ان مؤمن زكريا يعني تالق في اول مباراتين شارك فيهم، لعب 54 دقيقه سجل 3 اجوان، هدفين في دقيقتين في مباراه العظمى في الكاس. نعم. اللي الاهلي كسب فيها 6-0، وسجل في الشباب، الاهلي كان متاخر 2-1، مؤمن زكريا سجل هدف التعادل والاهلي تقدم 3-2، مباراه مهمه جدا. ويمكن لعب في المباراه الاخيره اللي فاز فيها الاهلي مع الفيصلي 2-1، ويمكن لم يحالفه الحظ في التسجيل، لكنه اصبح ضمن التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. مؤمن هيلعب بكره اول مباراه اسيويه في دوري ابطال اسيا للاهلي امام تراكتور الايراني، مباراه تقام في سلطنه عمان، لان كما احنا عارفين ان الانديه السعوديه ما بتلعبش في ايران، والمباراه كان يفترض انها تقام في ايران، فهي طبعا مختارين انديه سلطان او طيب ملاعب. استاذ علي بما تعلمه حضرتك عن النادي الاهلي وان دايما عنده قياسات على مستويين، فنيه وماليه واستثماريه، والفنيه بتاتي في المقام الاول حسب كلام الجميع، ويؤكد او يقول ان الكلام ده غير سليم ضيوفنا الكرام الاستاذ عصام والاستاذ جمال، بما تعلمه عن طريقه اختيار واولويات وتقييم النادي الاهلي لمعيار كل قضيه او كل صفقه او كل اتفاق او كل تعاقد، هل تعتقد انه هيغريهم الرقم دون النظر الى البعد الخاص باهميه مؤمن في الفتره الجايه اللي النادي مركز فيها، ومجلس الاداره والجهاز الفني والجمهور واعضاء النادي والاعلام المحب للنادي الاهلي والذي يدعم دائما ابدا الى العوده لصداره القاره الافريقيه والفوز باللقب الافريقي، ولا ده هيكون في حساباتهم ومش هيخليهم ينظروا للرقم فقط؟
والله راح احترم وجهه النظر الاخرى، يعني وجهه النظر اللي بتعتمد على المقياس الفني كمعيار اساسي للحكم في الموضوع، لكن انا في تصوري ان الاهلي اللي فقط 7 لاعبين أو 6 لاعبين فتره الانتقالات الشتويه ولم يهتز بل ازداد توهجا قادر، ومن ضمنهم كمان الست لعيبه اللي مشوا كان من ضمنهم مؤمن زكريا ماشي. اتصور ان الفريق بهذا الطريق وبهذا اللي بيغير دمه كل شويه قادر لم يعتمد على لاعب، وان المساله مساله استثمار واحتراف والامور كده، يعني خصوصا لازم يؤخذ العمر في الاعتبار. احنا بنتكلم على مؤمن زكريا 30 سنه تقريبا بعد شهرين يعني، لكن لازم انا في تصوري ان المعيار الفني ذو اعتبار كبير، لكن معيار الاحتراف ومعيار الاستثمار لابد ان يؤخذ. انا بتكلم على مبلغ هيعيد مفهوم تدوير، وخصوصا مفهوم هي وجهة نظر واضحة جدا ولا اعتبارها، ووجهة نظر طبعا لا احترامها وموجودة في الوسط الرياضي، قضية الاستثمار وقضية الصفقات وتحقيق أرباح مالية، ده جزء من بورصة الاحتراف الكروي والرياضي في العالم. كلام حضرتك ممكن يتفق معاك بعض الآراء فيه 100%. خليني أطرح هذا التساؤل على ضيفينا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ جمال الزهيري، كيف ترى ما طرحه الأستاذ طبعا. اتفضل. اتفضل. عايز اقول معلومه مهمه بس. اتفضل استاذ جمال. اتفضل. احنا الايام اللي فاتت دي الاهلي اعلن قيمته، ده الاهلي جده، بتكلم على الاهلي جده. نعم. اعلن قيمته الاسيويه. يعني القايمه شهدت مفاجاه كبيره. طبعا كان الدوري السعودي متاح لكل نادي يتعاقد مع 7 لعيبه اجانب. نعم. في حين ان دوري ابطال اسيا بيلعب ب4 فقط. المدرب لابد ان يضحي ب3 اجانب، يعني حتى المتعاقد معاهم لا يستطيع ان يستفيد منهم. نعم. ماشي؟ كانت اهم مفاجاه ان اللي هو مدرب الاهلي هنا الجوب استغنى عن عمر السوبه اللي هداف الدوري السعودي 3 سنين، ما حطوش في القايمه. طبعا هو مصاب، هيرجع خلال شهرين. استغنى عن البرازيلي ليوناردو، واستغنى عن التونسي اللي تم التعاقد معاه في نفس الاسبوع اللي تم التعاقد مع مؤمن زكريا، محمد بن عور محور ارتجاز نجم الساحلي. اتصور ان استثمار الفرصه دلوقتي بالتحديد، لان مؤمن زكريا دلوقتي حاطه في الاربعه الاسيويين اللي هو مع الاودي والبرازيلي ومع اليوناني بيتفا ولاعب السورالي اسمه مارك ميجل. اتصور ان استثمار الفتره دي مهم جدا، لان بعد شهرين 3 راجع عمر السومه، وعمر السومه اللاعب له قيمه كبيره جدا. اكيد اكيد طبعا. في الخليج طبعا، وفي السعوديه هداف الدوري لمده 3 سنين. فانا كلامي برضو مرتبط بالتوقيت، يعني بالتوقيت، وان الوقت مواتي لهذه الصفقه. نعم نعم مفهوم. بالتأكيد. بشكرك جدا. يقفل الامر بعد كده، يعني ده دي وجهه نظري بس. اكيد وضحت وجهه النظر. بشكر حضرتك على المشاركه معنا، شكرا جزيلا لك. الناقد الرياضي الاستاذ علي مسعود، مدير